أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها لمناقشة تصعيد ميليشيا الحوثي بعد يوم من إعلانها الترحيب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف الحرب في البلاد. أعلن التحالف اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي صوب الرياض ومدينة جازان جنوب السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح بسبب سقوط بعض الشظايا، لكن الدفاع المدني أكد إصابة مدنيين اثنين جراء سقوط شظايا على أحياء سكنية في الرياض. أما المالكي فقال إن هذا التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي لا يعكس إعلانها الأخير بقبول وقف إطلاق النار. ووزارة الخارجية قالت إن استمرار الهجمات الصاروخية لميليشيا الحوثي تأكيد على عدم رغبتها بالسلام. وأوضحت الوزارة أيضا في بيان لها أن استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية يؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي وإصرارها على العمل كأداة تخريبية في المنطقة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: كيف يمكن التعامل مع ميليشيا الحوثي التي ترحب بوقف إطلاق النار وفي ذات الوقت تصعد عسكريا؟ وهل يمكن القول أن العام السادس سيكون امتدادا لحالة لا حسم والحرب على اليمن بدلا من ميليشيا الحوثي؟ ولكن قبل البدء نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. تصريح من ميليشيا الحوثي بقبول الدعوة أو المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في الصباح، وفي المساء تصعيد عسكري وإطلاق صواريخ نحو الرياض. وفق هذه الاستراتيجية تتعامل ميليشيا الحوثي، أي لا يمكن لأحد أن يمسك لها طرفا أو يعصب على وعد منها، وفق التعبير الدارج في اللهجة اليمنية. وزارة الخارجية اليمنية قالت إن استمرار الهجمات الصاروخية لميليشيا الحوثي تأكيد على عدم رغبتها بالسلام. وأوضحت الوزارة في بيان لها إن استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية يؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي وإصرارها على العمل كأداة تخريبية في المنطقة. وأضاف البيان إن الاستهداف الصاروخي للمملكة يؤكد مضي الميليشيا في نهج التصعيد العسكري وتقويض كل جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة مؤخراً. أما التحالف فكان قد أعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي صوب الرياض ومدينة جازان جنوبي السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح بسبب سقوط بعض الشظايا، لكن الدفاع المدني أكد إصابة مدنيين اثنين جراء سقوط شظايا على أحياء سكنية في الرياض. ناشطون سعوديون تداولوا مقاطع فيديو تظهر سقوط الصواريخ في الرياض. إذن فقد دشنت ميليشيا الحوثي عامها السادس بهجوم في عمق المملكة التي فشلت في حربها على الميليشيا ونجحت في إدخال البلاد في مزيد من التعقيدات والفوضى. إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي طالب الحسني، كما ينضم إلينا أيضا من إسطنبول الباحث السياسي الدكتور عادل دشيلة. أبدأ معك دكتور عادل، ما دلالة هذا التوقيت، توقيت هذا الاستهداف من قبل الحوثيين على الرياض وجازان بصاروخين باليستيين، خصوصا وأن هناك دعوات للتهدئة و أيضا انشغال العالم وخصوصا السعودية في هذا الموضوع بمكافحة وباء كورونا؟ بالنسبة للحركة الحوثية، هي تريد أن ترسل رسالة للتحالف العربي وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية على أنها قادرة على تغيير اللعبة على الأرض عسكريا. وأيضا في المقابل الحركة الحوثية يعني منذ تصعيدها الأخير استغلت الخلافات المتصاعدة بين الأطراف الموالية للشرعية وأيضا بين التحالف العربي والشرعية اليمنية، وأحرزت تقدم عسكري لا بأس به في بعض المناطق الشرقية وخصوصا في الجوف. لكن من وجهة نظري الشخصية، لأن هذا التصعيد هو دليل آخر على أن الحركة الحوثية التي تتغنى بالسلام
أنها تراوغ كما أسلفت سابقا، وأنها تنفذ الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. والحديث عن السلام مع هذه الحركة هو سابق لأوانه، وأن الخيار العسكري ما زال مطروحا على الطاولة في حال يعني ترك التحالف العربي الشرعية اليمنية أن تقوم بمهامها العسكرية. أيضا في المقابل لا ننسى بأن النظام الإيراني بحسب الدراسات التي أجراها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن إيران أنفقت على أنشطة ميليشياتها في سوريا والعراق واليمن ما يقارب 16 مليار دولار سنويا، بينما تنفق على حزب الله ما يقارب 700 مليون دولار. هذه المساعدات التي تقوم بها إيران بكل تأكيد لديها استراتيجية واضحة، وهذا دليل واضح على أن الحركة الحوثية الآن لديها أسلحة متطورة تستطيع أن يعني تضرب العمق السعودي. من أين لها هذه الأسلحة؟ بكل تأكيد من الدعم الإيراني. إذن أعود للسيد طالب. سيد طالب أهلا بك. يعني هل فعلا ميليشيا الحوثي تريد بهذا التصعيد أو بهذا الاستهداف للسعودية؟ تقول ما زلنا هنا وهذه قدراتنا يعني تتطور كل يوم وها نحن نصل إلى الرياض. نعم، أهلا وسهلا بك وبضيفك وبالمشاهدين الكرام. أنا كنت أتمنى أن أنكم في القناة، يعني حتى باعتبار أنكم لديكم خط نوعا ما محايد، أن تذكروا كلمة واحدة أنه السعودية منذ إعلان عملية التهجئة شنت غارة أو نصف غارة على صنعاء. أتعلم أنه السعودية شنت منذ إعلان عملية إيقاف إطلاق النار أو التهجئة عشرات الغارات على صنعاء وعلى الحديدة وعلى مارب وعلى الجنوب. ولكن نحن الآن بصدد تحليل موقف الحوثيين من استهدافهم للسعودية، وليس بصدد تحليل موقف السعودية بهذا الاستهداف. أكثر من 80 غارة شنتها خلال 3 أيام فقط، هذا بالنسبة للغارات. يعني متى سنحاسب السعودية على غاراتها؟ وعلى سؤالي لك سيد طالب كان واضحا، ما غرض ميليشيا الحوثي من هذا الاستهداف في هذا التوقيت؟ غرض واضح. ما الغرض؟ الغرض أن السعودية لا تلتزم عندما تعلن وقف إطلاق النار، وعندما يعلن الحوثيون وعندما يعلن أنصار الله في العاصمة صنعاء وقف إطلاق النار، تقوم السعودية بشن عشرات الغارات. هذا هو الغرض. الغرض هو أن السعودية لا تلتزم بالمبادرة. ولكن اعتداءات ميليشيا الحوثي لم تقتصر على السعودية فقط، ولكنها أيضا قصفت في تعز وقصفت في الحديدة في ظل ترحيبها بهذا الاتفاق أو بهذه التهدئة. السعودية لا تلتزم. يجب علينا أولا أن نحاسب السعودية ثم نحاسب الآخرين. يجب علينا جميعا أن نحاسب السعودية أن تلتزم. يجب عليهم أن تسألوا بمهنية، هل السعودية قصفت خلال الأيام التي مضت قبل أن يتم استهداف الرياض وقبل أن يتم استهداف عسير وجيزان ونجران؟ أنا في العادة لا أتشنج، ولكن في هذه الحالة يا أخي لا أحد يمتلك أن يقول شيء. هل سألتم لماذا شنت السعودية عشرات الغارات على الحديدة رغم أن هناك تهدئة خلال 3 أيام فقط التي مضت؟ سيد طالب، نحن هنا لا ندافع عن السعودية ولا نتبنى وجهة نظرها أبدا، لكننا هنا يعني نناقش أن ميليشيا الحوثي وافقت على هذه الهدنة وبنفس الوقت أو في إطار أو في خلال يومين من هذه أو من هذا الترحيب تم هذا التصعيد وتم إطلاق صاروخين فلسطينيين على السعودية. يا سيدي مهنيا على الأقل اسألوا أيضا، هل السعودية قبل أن يتم استهداف الرياض هل فعلا قصفت؟ هل فعلا شنت غارات؟ اسألوا المواطنين يا أخي، اسألوا المواطنين. أعود نعم اسألوا المواطنين عشرات نعم. الغارات شنتها طائرات السعودية نعم. ماذا لا تحسبونها؟ نشرك معنا الدكتور عادل. دكتور عادل السيد طالب يقول هذا القصف كان ردا على ما قامت به السعودية خلال الأيام الماضية، كيف ترى؟ طبعا أنا كما ذكرت أنت قبل قليل، نحن لسنا في صدد الدفاع عن المملكة العربية السعودية. نعم. وهي من ستدافع عن نفسها وتعرف كيف تتعامل مع الحركة الحوثية. ولكن دعني أسأل الأخ طارق الحسني،
لماذا يتم استهداف مدينة مأرب التي يتواجد بداخلها ما يقارب 3 مليون يمني نزحوا نتيجة لحرب الحركة الحوثية على الشعب اليمني؟ وتستهدف هذه المدينة بصواريخ باليستية في العمق. لماذا يتم استهداف مدينة تعز؟ لماذا التصعيد العسكري في منطقة صرواح وفي الجوف في مناطق أخرى؟ والحركة الحوثية تقول بأنها ترحب بالسلام وأنها تفتح الحوار مع الحكومة اليمنية. عندما يقول نسأل الجانب السعودي أنه استهدف بغارات، الحركة الحوثية لديها مخطط، وهذا المخطط هو مخطط إقليمي. الحركة الحوثية ليست الممثل الشرعي للشعب اليمني حتى نقول بأنها تدافع عن الأراضي اليمنية. الحركة الحوثية معتدية وفق القانون الدولي على الشعب اليمني، ومعتدية وفق القانون وفق دستور البلاد، وأنها حركة انقلابية ميليشياوية، وأنها هي من أوصلتنا إلى هذا الواقع المؤلم الذي كنا لا نريد أن نصل إليه. الحركة الحوثية عندما يتشنج الأخ طارق الحسني ويقول اسألوا الجانب السعودي، ما كنا نريد أن تتحول صنعاء إلى طفلة يتيمة يتم إغلاق الباب عليها في 7 مساء ويفتحونه عليها في 7 مساء ويفتح الباب في 7 صباحا. ما كنا نريد لصنعاء أن تتحول إلى سجن كبير. ما كنا نريد أن نصل إلى هذا الواقع المؤلم. كنا نريد الحركة الحوثية أن تصبح جزءا سياسيا في أي عملية. إذن دكتور عادل، لصالح من هذا التصعيد مع أن الحوثيين يقولون يعني نحن نقاتل باسم الشعب اليمني ولأجل كرامة الإنسان اليمني؟ لصالح النظام الإيراني. هذا التصعيد العسكري لصالح النظام الإيراني وليس لصالح الشعب اليمني. وليس والحركة الحوثية إذا تريد أن تدافع عن الشعب اليمني فالحوار مفتوح وطريق السلام مفتوح ومخرجات الحوار موجودة ودستور البلاد موجود وشرعية البلاد موجودة. لماذا الحركة الحوثية تصعد عسكريا؟ لصالح من؟ لماذا الحركة الحوثية تتبنى أحيانا عمليات عسكرية لم تقوم بها؟ لصالح من؟ الحركة الحوثية هي عبارة عن أداة بيد النظام الإيراني. وقد ربما يقول الأخ طارق الحسني بأن الشرعية اليمنية هي أداة بيد المملكة العربية السعودية. من أسقط الشرعية؟ من أسقط الدولة اليمنية داخل صنعاء يتحمل المسؤولية الكاملة؟ نعم. اليوم سيد... الحركة نعم. اسمح لي تفضل. الحركة الحوثية تتحدث عن السلام وهناك حوار سياسي بين الحركة الحوثية والمملكة العربية السعودية، وفتح الحركة السعودية أبوابها للحوار مع المخابرات الأمريكية والسعودية ورفضت الجلوس مع الشرعية اليمنية. إذن عندما يقول بأنه يريد الحوار مع السعودية ولا يريد الحوار مع أشكاءه أو مع أبناء جلدة الداخل اليمني، كيف يمكن الحوار مع الحركة الحوثية؟ إذا نعم. الحركة الحوثية استمدت هذه الاستراتيجية من النظام الإيراني وتنفذ ما يملى عليها. دعني أسمع رد السيد طالب. سيد طالب الحسني، يعني أنت سمعت ما قاله الدكتور عادل أن هذا الاستهداف هو لصالح إيران. السؤال هنا، أليس هذا الاستهداف دليل على استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن وخصوصا إلى مناطق سيطرة الحوثيين؟ نعم، حشر إيران في كل صغيرة وكبيرة هو أمر مضحك لمدة 5 سنوات. لن أرد على موضوع حشر إيران، يعني لأن المعادلة واضحة تماما. يعني لو كانت إيران موجودة عليهم أن يقصفوا إيران أو أن يقولوا هذه إيران، مثل ما يعني لماذا بالأمس التقارير الدولية تؤكد وصول أسلحة بشكل مستمر إلى اليمن للحوثيين؟ أنت تقول لي التقارير الأمريكية وليس الدولية. الدولية لا علاقة لها بموضوعنا، يعني الذي يقاتلون في صنعاء هم صنعاء ومن صعدة ومن الجوف ومن عمران ومن حجة، وليسوا من إيران ولا من أصفهان ولا من لا نتكلم عن أفراد. نحن هنا سيد طالب نتكلم عن أسلحة ومعدات تصل إلى اليمن من إيران. يعني هي مجرد اتهامات. ثم إن يعني الاعتداء على اليمن هو اعتداء بدأته السعودية، أعلنته في 26 مارس 2015 لم يعلنوا. إذا كان الأخ عادل زفيلة يقول لك أن هذا هو بسبب وتأييد العدوان على اليمن هو كان بسبب إسقاط الشرعية، أي شرعية؟ هي كانت محاولة سعودية لترتيب نظام فاسد. لكن سيد طالب، هذا الاعتداء ليس بجديد. أنت تعلم أن هذا الاعتداء كما تصفونه هو قديم وبدأ من 21 أو كما بدأتموه أنتم من جهتكم في 21 من سبتمبر. أنا أقول لك لم يكن انقلابا ولا هو بالتوصيف الذي يقولون وانقلابا. هي حركة، هي ثورة شعبية أسقطت نظاما عملا، مثل أي ثورة شعبية في العالم.
مثل أي ثورة استخدمت سلاح. نعم استخدمت السلاح، ليس انقلابا. حتى بالتوصيف المعنى الدقيق ليس انقلابا، الانقلابا هو أن يكون هناك جزء من النظام عسكري ينقلب على الجزء الآخر. هذا لم يحصل هذا في 21 سبتمبر 2014، لم يحصل أبدا أن جزء من النظام في الداخل انقلب على الجزء الآخر عسكريا. سيد وعلنا سيد طالب، أنتم فقط من تصفونها بثورة، ولم نجد أي طرف أو سلطة أو أي دولة أخرى تعترف بهذه كثورة. نحن نتكلم الآن أن هذا انقلاب على أهداف ثورة 11 من فبراير، وانقلاب على أهداف الجمهورية. الكثير من الدول لا تعترف بالثورات مباشرة، لم يتم الاعتراف بثورات عديدة بسبب مواقف هذه الدول. لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية ولا دول الخليج راضين عن هذا النظام الجديد الذي قام، وعن هذه الثورة لم يعترف بها. ولكن هذا ليس فقط هو التساؤل لماذا لا يعترفوا، يكفي أن الشعب اليمني، الكثير من الشعب اليمني، لا أقول جميع الشعب اليمني راضي عنه، ولكن الكثير من الشعب اليمني راضي عنه. ولذلك هناك تماسك لهذه الثورة، هناك الآلاف يخرجون من التأديه، مئات الآلاف يخرجون من التأديه لتأييدها. الذين يقاتلون لم يأتي بهم أحد من السماء، هم يقاتلون وهم من صعدة، من صنعاء، من دمار، من تعز، من أب، من أماكن كثيرة يقاتلون. لماذا لا تستطيع، طالما أن هذا الانقلاب هو مجموعة صغيرة قامت فيه، لماذا لا ينتصر آخر عليه؟ إذن سيد طالب، كيف تريدون من الأطراف سواء الدولية أو المحلية أن تثق بميليشيا الحوثي في الاتفاقات والمعاهدات، وهم في كل مرة ينقضون هذه الاتفاقات؟ للتو أنا قلت لك لم يتم نقضها، رغم أنها لم تكن اتفاقا صريحا. لم تكن السعودية حتى أنها تلتزم بوقف إطلاق النار. يا أخي، حتى السعودية لم تعلن أنها ترحب بوقف إطلاق، لم ترحب. ومع ذلك قلنا يعني فليكن هناك سلام. يا سيد العزيز، إذا سيد طالب كيف تلوم السعودية وهي لم ترحب؟ أنتم من رحبتم وأنتم من قصفتم. فتحت الكثير من الحوارات، ولا أحد يقول أنه ليس من مصلحة أنصار الله في هذه الحالة بعد أن ثبتوا هذه السنين الطويلة أن يكون هناك حوار. ولكي أجيب على الأخ عادل بشيلة في موضوع مارب، كان هناك اتفاقا مع الإصلاح ومع الإرادة ومع نهم، هم الذين نقضوا وهم الذين صعدوا، لأن السعودية أرادت التصعيد. عندما صعدوا سقطت هذه المناطق ولم يستطيعوا أن يجابهوا. وحاليا هناك جهود قبلية مع العرادة، وجهود قبلية كبيرة جدا مع الإخوة في مارب، ومع ذلك فشلت بسبب أن هناك رفض. السعودية هي التي تمنع، السعودية هي التي ترفض. هؤلاء لا يمتلكون القرار، العرادة حقيقة سلطان العرادة لا يمتلك القرار. موضوعنا سيد طالب ليس عن مأرب، موضوعنا اليوم عن السعودية وعن ما تم في السعودية من قبلكم. السؤال هنا للدكتور عادل. دكتور عادل، ألا ترى أن هو يقول الآن أن هذا يعني هو رد لما قامت به السعودية، ألا ترى أن ميليشيا الحوثي وتحالف السعودي الإماراتي أصبح كلاهما عدوا لليمنيين؟ هذا واضح منذ اليوم الأول، ولكن أن التصعيد العسكري الأخير من قبل الحركة الحوثية على المملكة العربية السعودية لا يوازي تصعيدها العسكري ضد أبناء جلدتها في مأرب والجوف وتعز والحديدة ومناطق أخرى. الحركة الحوثية تطلق صاروخين على المملكة في كل 4 أشهر، وتطلق عشرات الصواريخ، وتزرع آلاف، عشرات الآلاف من الألغام. لكن أنا دعني نكون واقعيين بعيدا عن الخطاب العاطفي والتشنج. الحركة الحوثية كانت في حوار سياسي مع المملكة العربية السعودية في مسقط وبإشراف أمريكي بريطاني وصدى عمانية، وكانت الحركة الحوثية تريد أن تحقق أي تقدم سياسي من يعني مع المملكة العربية السعودية على حساب الدولة اليمنية. ولكن المملكة العربية السعودية يبدو أنها تفهم الوضع القانوني جيدا، وبالتالي من المستحيل أن تقبل المملكة العربية السعودية على جلسة الظرف الراهن.
بالحوار المباشر مع الحركة الحوثية بعيدا عن الشرعية اليمنية التي قالت أنها جاءت من أجله. عندما فشلت الحركة الحوثية في تمرير أهدافها عبر الوسيط العماني وأيضا الأمريكي والإشراف البريطاني داخل مسقط، قامت بالتصعيد العسكري. ولا ننسى أن اليمن جزء من الإقليم، وكما ذكرت لك قبل قليل الحركة الحوثية هي في إطار تحالف أو ما يسمى مشروع الممانعة التابع لإيران، وهي ضمن الميليشيات والأدوات في المنطقة، سواء من تلك المتواجدة في العراق أو في لبنان أو في سوريا. وهذه الميليشيات تتلقى الأوامر من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي من المستحيل أن تقوم الحركة الحوثية باستهداف المملكة العربية السعودية إذا لم يكن هناك غطاء إقليمي وعلى وجه التحديد من إيران. نعم. لذلك كما ذكرت لك فشل الحوار السياسي، فشلت في تحقيق أهدافها عبر الحوار، لجأت إلى الخيار العسكري، ولكن لا يبدو أنها ستنجح في المستقبل وأن ترغم المملكة العربية السعودية على قبول شروطها. سيد طالب، الدكتور عادل يقول لقد فشل الحل السياسي وأن هناك تصعيد متواصل يعني يعقب الاتفاقات سواء من قبلكم أو من قبل السعودية، كيف ترى الحل في هذه الصورة المربكة؟ نعم، فتح حوارا مع السعودية هو فشل، ليس لأنهم يعني يخافون أو يحترمون ما يسمونها الشرعية. الشرعية أصلا هي فراغ كامل. ما يسمى الشرعية هي فراغ كامل، هي مجموعة أشخاص بينهم عبد ربه منصور هادي، والمجتمع الدولي يعترف بالفراغ. هذا هو الحقيقة. السعودية فشلت في الوصول إلى حل سياسي. هي قبلت بإيقاف إطلاق النار، قبلت بكل الشروط، وهذه حقيقة أقولها لك وأمام العالم، هي قبلت. سيد طالب، سؤالي ما بعد القبول وما بعد التصعيد؟ قبلت في مسقط بإيقاف إطلاق النار مقابل عدم استهداف السعودية، ولكن هي أرادت أن يبقى ذلك الاتفاق دون إعلان، وأن يبقى أيضا الحصار، وهذا ما تم رفضه. تم رفض التوافق مع السعودية لأن السعودية هي كالعب، يعني هي تريد أن لا يكون هناك اتفاقا رسميا، وإنما اتفاقا ضمنيا، وستوقف إطلاق النار، ولكنها ستبقي الحصار وأن لا يكون ذلك معلن. إذن لا حل بنظرك، ونحن ندور في حلقة مفرغة. أشكرك الكاتب الصحفي طالب الحسني، كنت معنا من بيروت. أعود إليك سيد دكتور عادل في سؤال أخير، ما الحل بوجهة نظرك للخروج من هذه الكماشة بين التحالف وبين ميليشيا الحوثي؟ الحل مع الأسف الشديد الوضع الراهن والسيناريوهات المطروحة على الطاولة يبدو أنها لا تبشر بخير، ولكن أنا من وجهة نظري الشخصية بأنه الحديث عن الحوار السياسي مع الحركة الحوثية في هذه الظروف، في الظروف الراهنة، هو نوع من العبث، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أي سلام حقيقي مع ميليشيات تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعطاها الحكم وما على الباقي إلا أن يتبع أو يطيع هذه الحركة. إذن أنا أتوقع بأن التصعيد العسكري سيستمر في الوقت الراهن، وأتوقع أيضا أن كما هو المشهد واضح أن البلد يتحول إلى كانتونات متناحرة حتى يظهر تيار وطني حقيقي يستطيع أن يقلب الطاولة على كل الأطراف المتصارعة، ولكن لا يبدو في الأفق أن هذا التيار قد يتشكل في الشهور أو حتى نقول في الأيام القادمة. إذن وأنت دكتور تؤكد أنه لا أفق للحل في المستقبل القريب. أشكرك دكتور عادل الدشيلة، كنت معنا من إسطنبول، ونشكركم أنتم مشاهدينا الكرام في ختام حلقتنا لهذا اليوم من زوايا الحدث. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.